الحمد لله، الحمد لله الذي أمر عباده المؤمنين بما أمر به عباده المرسلين، فقال سبحانه مخاطبا عباده المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال سبحانه مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فألخص حديثي مع حضراتكم في قضية الحلال والحرام في نقطتين اثنتين. الأولى محل إجماع، وتكاد تكون من البدهيات والمسلمات بالمشاهدة والمعاينة، وهي أن الحرام سم قاتل. المال الحرام سم قاتل، مهلك لصاحبه في الدنيا وإن أهمل إلى حين. جمع الحرام إلى الحلال ليكسره، دخل الحرام على الحلال فبعثره، أخذه في طريقه ولو بعد حين، وهو قاتل لصاحبه في الآخرة. يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. فأكل الحرام قتل بطيء أو سريع للنفس. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. غير أن أكل الحرام يصبح جريمة مركبة في ثلاثة أحوال. الحال الأول إذا كان الحرام اعتداء على المال العام أو الحق العام أو الأملاك العامة للدولة، أو كان أخذا لأي شيء بدون حق، اعتداء أو نهبا أو اختلاسا. لماذا أكل المال العام جريمة مركبة؟ لكثرة الأنفس والزمم المتعلقة به. ثم إن المال الخاص
غالبا ما يكون له شخص معني به. أما بعض الناس فربما يظن جهلا أو عدم وعي أن المال العام لا صاحب له، أو أنه يمكن أن يفلت من الاعتداء عليه. وفي ظل دولة قوية لا إفلات لمعتد على المال العام بأي شكل من أشكال الاعتداء. ثم حتى إنك إن تحايلت على البشر أو على القانون وأفلت من عقوبة البشر، فتذكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فإن دخلت المسجد مصليا، قال أهل العلم: من ارتدى ثوبا بألف جنيه أو بمئة جنيه وفي ثمنه جنيه واحد من حرام لا يقبل الله له صلاة ما دام عليه هذا الثوب. فإن تصدق ضربت صدقته في وجهه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإن حج بمال حرام وقال: لبيك اللهم لبيك، قيل له: لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. هذه عاقبة المال الحرام. فالجريمة الأولى المركبة هي الاعتداء على المال العام نهبا أو رشوة أو اختلاسا أو بأي شكل. الجريمة المركبة الثانية هي كسب المال بأذى خلق الله، غشا أو احتكارا أو استغلالا أو بهتانا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غش أمتي فليس منا، من غش فليس منا. لا يجوز لك أن تغش لا المسلم ولا غير المسلم، لأن الرواية في صحيح مسلم: من غش فليس منا. لا يمكن للمسلم أن يكون غشاشا، لا في الكيل ولا في الوزن ولا في النوع ولا في الحجم ولا بأي شكل من أشكال الغش. وكذلك المحتكرون والمستغلون لحاجات الناس، فالمحتكر ملعون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل في شيء من أسعار الناس أيا كان، تجارة أو غير تجارة، احتكار، تخزين، أيا كان، بقصد أن يغلي السلعة أو الأعيان، سواء دخل في أرض ليحتكر الأرض ليغلي الأرض، أو دخل في الإسكان، أو دخل في الطعام، أو دخل في الشراب، أو دخل في اللباس، أو دخل في السيارات، أو دخل في أي تجارة يحتكر ليرفع الأسعار على الناس. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ من دخل في شيء من أسعار الناس ليغليه عليهم، أي ليرفع عليهم الأسعار، كان حقا على الله عز وجل أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة، أي بمقعد عظيم من النار. النوع الثالث من أنواع الجريمة المركبة في أكل الحرام وأشدها خطورة هو أكل الحرام بخيانة الأوطان. أكل الحرام بخيانة الأوطان، سواء هذه الأبواق المأجوعة التي تتطاول على أوطانها، سواء من الداخل أم من الخارج، أم الجماعات المشبوهة المتخصصة في كتابة التقارير المغلوطة عن أوطانها، هؤلاء وهؤلاء سواء. أشد جريمة وأكبر خيانة وأشنع جريمة في أكل الحرام هم من يتكسبون الحرام على حساب أوطانهم من الأبواق المأجوعة أو الجماعات المشبوهة. أسأل الله أن يغنينا وإياكم بالحلال. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى،
وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. بقيت النقطة الثانية وهي لا تقل أهمية عن الأولى في قضية التحليل والتحريم، وتتعلق بالفتوى والتصرع في الأحكام. وقد ابتلينا بذلك بصنفين، الأول هم الإرهابيون والمتشددون، والثاني هم الجهلاء. أما الصنف الأول وهم الإرهابيون والمتطرفون فيذهبون إلى أقصى النقيضين في التحليل والتحريم، ففي المناطق التي يعيسون فيها فسادا يستحلون لأنفسهم الدماء، ويستحلون الديار، ويستحلون الأعراض، ويستحلون الأموال، فيبدأون بتكفير مخالفيهم ليستحلوا أموالهم وبيوتهم ونساءهم وأعراضهم، فلأنفسهم يستحلون كل شيء وعلى غيرهم يحرمون كل شيء. هؤلاء هم الإرهابيون والمتطرفون. أما الصنف الثاني فهم الجهلاء الذين يفتون في دين الله بدون علم. وقد استمعنا إلى القائل الكريم في سورة يونس عليه السلام وهو يقرأ: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، رزق، فجعلتم منه حراما وحلالا. والآية على سبيل الاستنكار، يستنكر على من يسعون في التحريم بدون دليل: فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم، هل عندكم علم من عند الله أم على الله تفترون؟ هناك جماعات التشدد وجماعات الجهل والضلال سودت على الناس حياتها، بمعنى جعلت الأصل في حياة الناس هو الحرام، فإذا أكلت قال لك هذا شيء لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لبست قال لك هذا شيء لم يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ركبت دابة أو سيارة قال هذه دابة لم يركبها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بنيت بيتا قال هذا بيت لم يبني مثله النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن كل شيء في الدنيا الأصل أنه حرام طالما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ما عليه إجماع أهل العلم في جميع العصور أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة ما لم يأتي دليل قاطع بالتحريم. بنص القرآن يقول الحق سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، لا يوجد حرام إلا بدليل، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به. الأصل في الأكل أنه حلال، وعلى من يقول لك هذا الطعام حرام أو هذا الشراب حرام أن يأتي هو بالدليل على حرمة الطعام أو الشراب. والأصل في اللباس الذي يستر العورة أنه حلال، وعلى من يقول لك بالحرمة أن يأتي هو بالدليل. فليس المطلوب منك أن تأتي بالدليل لكي تأكل، أو تأتي بالدليل لكي تشرب، أو تأتي بالدليل لكي تبني بيتا، أو تأتي بالدليل لكي تقوم عملا، بل على من يقول بالتحريم أن يأتي بالدليل. وحتى هذه المحرمات من رحمة الله أنه أجاز للمضطر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، كن وقافا عند حدود الله، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. ثم انظر إلى عظمة الإسلام وعظمة النص النبوي، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وفي الحديث الآخر: ما أحل الله في كتابي فهو حلال، ما جاء نص بتحليلي فهو حلال، وما حرم فهو حرام. أما ما لم يأتي فيه نص لا بالتحليل ولا بالتحريم، الأصل أنه حلال، القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، وما سكت عنه فهو عفو أي مباح. شوف انظر يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: فاقبلوا من الله عافيته، لا تشددوا على أنفسكم ولا تشقوا عليها. ثم يقول: وما كان ربك نسيا،
لم ينس شيئا في كتابه ولا في سنة رسوله، لو أراد أن يحرم لحرم، فلا تحرموا ما أحله الله. فالجهلاء يسعون في التحريم، وكأن العالم أو الشيخ أو كلما تشدد الإنسان أو شدد على الناس أكثر كان أتقى لله، وهو ينسى أنه ينفر الناس من دين الله ويصد عن دين الله، لأن الدين قائم على اليسر والسماحة. يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر. لم يكتف النص القرآني بذلك، ولا يريد بكم العسر. ويقول سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلا نلتفت لا إلى فتاوى الإرهابيين ولا المتطرفين ولا المتشددين ولا الجهلاء ولا غير المتخصصين، بل نأخذ من أهل العلم الحقيقيين الذين يدركون أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الفقه رخصة من ثقة، وأن الفقه والتيسير بدليل، وأن التشدد لم يقل به أحد من أهل العلم. وفي ختام حديثي أوجه التهنئة لأهالي محافظة بني سويف بعيدهم القومي الذي يرتبط بملحمة من ملاحم الولاء والانتماء الوطني لهذا الوطن، حيث وقفوا صامدين في صف وطنهم في وجه غاشم محتل ولاء وانتماء. نسأل الله العلي العظيم أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان بكل خير. اللهم عجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا وسائر بلاد العالمين. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته. وارزقنا حسن الفهم لديننا وحسن الاتباع لسنة نبينا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.